اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد العرض جديد للثمن صراحه مناسب. كنت واجد في مدينه حد سوالم قرب من جميع المرافق العموميه، كل ايطاج عندك شقه، عندك رخام في الدروج، المول ار بلس 3 تبع الطروازيام وتبع الدوزيام، مازال كيتوفروا في البروميال والسفليه. المساحه ديال البروميال 88 متر، الثمن اللي مناسب هو 54 مليون وقابل للتفاوض، مع ثلاث غرف، المطبخ، السيجور، الصالون وجوج الحمامات، قريبا من جميع المرافق، ابواب ديال تركيا. ونفاس معنا كنلقاو مرايا، عندك الصباغ ديال الخيال، على اليمين كنلقاو غرفة، وعلى اليسار كنلقاو لاصال دوفا. شوفوا الغرفة الأولى اللي جات كبيرة تبارك الله ما شاء الله، ثمن ديال 54 مليون وقابل للنقاش وقابل للتفاوض، عندك 7-8 مليون ديال الدعم بالصباغة ديال الخيال، مشمش على جوج جويه، كما شفنا الغرفة الأولى، كنلقاو قدامنا السيجور. على اليسار كنلقاو المدخل الرئيسي ديال الشقة أو حمام رئيسي، بالنسبة للثمن ديال السفلية ديال 59 مليون وقابل للتفاوض، 49 مليون وقابل للتفاوض، المطبخ اللي هو هذا، عندك بلاصة الثلاجة، بلاصة ماشينة لافي، فران، الكاسي، لي هوت. غرفة النوم اللي بالدوش ديالها بالباركو، عندك ليد لي سبوس البلافو بالصباغة ديال الخيال، دوش سانيتي روكا، عندو الشرب ديالو كيشوف لاكور، الحمام جلس في البلافو، عندك البلاكارات ربعة البيبان، الثمن ديال 54 مليون وقابل للتفاوض، قابل للنقاش. الغرفة الثالثة طيب الباركو ديالها، بالبلاكار، بالصباغة ديال الخيال، كنلقاو السيجور قدامنا هنايا، الصالون، عندك ميرفات، الصالون اللي جا كبير تبارك الله ما شاء الله،
هو السبب ديال الخيال. عندك لي سبورتس بلافو، بلاس تي في، غادي نمشيو نشوفو الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي اللي هو هذا، تو مجلشت السقف. الثاني هي الروكا، الفاس في المراية ديالو، كما شفت الدروج بالرخام وبالجليج. كل ايطاج عندك شقة، مازال كيتوفرو في الطابق الاول او الطابق السفلي. بالنسبة للثمن ديال البروميال 54 مليون وقابل للتفاوض، بالنسبة للسفلية 49 مليون وقابل للتفاوض، مع 3 غرف، المطبخ، السيجور، صالون وجوز الحمامات. عندك الشمس قرب شوية حتى سوالم. عناكم الله وأحبكم في الله، الله يسخر الجميع.